حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولارا سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني. بحسب الخبراء فإن تراجع الصادرات النفطية إلى 3,300,000 برميل يوميا سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى 9 تريليونات دينار، مشيرين إلى أن 1 تريليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك 8 تريليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها التي تبلغ تكلفتها أكثر من 7 تريليونات دينار شهرياً. انخفضت أسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرت في أربيل، ولقد بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 ب 526,000 دينار، وبلغ سعر الشراء 522,000 دينار، وبيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 ب 496,000 دينار. وفي أربيل بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 ب 540,000 دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 500,000 و 510,000 دينار. سجل خام البصرة الثقيل المتوسط اليوم خسائر أسبوعية ملحوظة تزامنا مع انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع قدره 40 سنتا ليصل إلى 68 دولارا و76 سنتا للبرميل الواحد، ولكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 6 دولارات و10 سنتات. هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له أيضا على ارتفاع قدره 40 سنتا ليصل إلى 71 دولارا و76 سنتا للبرميل الواحد، وسجل خسائر أسبوعية كذلك بلغت 6 دولارات و10 سنتات. أعلنت وزارة الزراعة عن تجاوز سياسة إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية المستوردة، وقالت الوزارة إن محصول الشلب سيتوفر بالأسواق وبكثرة هذا العام، وإن العراق يصدر الفائض من المنتوج المحلي للمحاصيل إلى الخارج، وأضافت أنها حققت طفرة زراعية في إنتاج المحاصيل المختلفة، وأن أكثر من 70,000 طن من المحاصيل تم تصديرها إلى الخارج خلال العام الماضي. الآن هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.